شروع كبير. مرحبا يا اودي. الله معك يا كبير. الله معك. الله معك. الله يخلي الله معك يا كبير. الله يحملك. طول عمرك. شوف الله معك يطول عمرك. الله يخلينا اياك يا عمرك طويل. عمرك ادمي طول عمرك ادمي. لك شوف في خير في شيء اقرب للتراب يخلق بيدك ده. الله يخليك الله يسلمك. بس ليش والله يحميك عمرك عن جد عن جد العالم. شو بدي اقول لك يا حبيب قلبي. الله يخليك يا خيي. ما بدي وين رايح لنا خلص انا رايح لحالي اتركوني. عم شو صار طولنا بعمرك يا كبير. شو صار بهالدنيا يا حبيبي. اعطيني بوسه يا خيي. شو اعطيني بوسه حبيبي حبيب القلب. الله تسلموا تسلموا. الله يخليكم حبيبي. بس شو صاير ما عم بعرف شو صاير. ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله يا رب يا رب. مرحبا شباب. كيفكم؟ كله تمام. الحمد لله حبيبي. كل الحي بدعي لك. الله يخليك يا رب. اي والله طول عمركم ويخليكم. خليك بصحتك. كلنا بنحبك وانا كمان بحبكم. بس انه شو يعني ما عم بفهم ليش كله من تحت لفوق. الله يخليك والله يوفقك وكلنا بنحبك. وصينا فيك معلم فريد. وصينا فيك فريد. لحظه لحظه كلنا بندعي لك. روح شو شو خيي. مين الك؟ فريد. فريد شو خيي فريد؟ الناس كلها عم تدعي لي والله يخليك يا عباس والله يوفقك ونحن معك ونحن قدامك ويطول عمرك وريتك اذا مسكت التراب يقلب ذهب. احكي احكي. لانك شيخ لاودي يطول عمرك. ايه انت الواحد بيشوف حاله فيك يا عباس. الله يخليك يا رب. كل العالم عم تحصدني على معرفتي فيك يا خيي. يطول عمرك. كل العالم عم تشكرني انه انا بعرفك. كل العالم عم تشكر فيك يا خيي. طيب فيك لك. ممنونك ممنونك. بس اخر واحد قال لي عم بيسالوا انه ليه هالدعاوي كلها. الله وكيلك. الشارع من تحت كله خينا عباس وخينا عباس وخينا عباس والله يحميك. قال لي واحد طبعاً. قال لي واحد فريد حطنا بالجو. مزبوط. فهون بس قال لي حطنا بالجو راح راسي انا على الجو. بقى شو القصه عندك بقى؟ ليه هالدعاء كله؟ الدعاء كله لانه انت اكثر واحد ادمي بالعالم. تسلم. بس لانه العالم شالت أرزاقها وعطتك إياهم لتشغلهم مصرياتهم. شالت شو؟ باعت أرزاقها. إيه؟ واللي معها كله من أموال منقولة وغير منقولة عطيوك إياهم لحتى تشغلهم إياهم لأنك أنت آدمي ابن أوادي. آدمي ابن أوادي بحط لي إياها على جنب. بس أنا أخذت من العالم مصاري لشغلهم إياهم؟ ما أنت. مين أخذهم؟ أنا أخذتهم. أنت أخذتهم؟ أخذتهم بالنيابة عنك. لحتى ما عزبك. شو لحظة لحظة ما تفوت في عزبك وما عزبك. وين بدي أقول لك عباس؟ قوم ابقى فيك ونزال حتى تساعد العالم. قلت أنا قمت بالمبادرة برمت على العالم باسم عباس شاهين ابن الحج أبو راغب. لميت الغلة كلياتها وعطيتك إياها. لميت الغلة من العالم على اسمي. أوكي ماشي. أه. بس شو عطيتني إياها؟ غليت العالم. لك ما أخذت منك مصاري أنا. ما أخذت منها؟ كيف ما أخذت منها؟ بأني برمت على العالم جبت الغلة تاعيت للعالم. أه؟ أعطيتك ياهم لتشغلهم ياها. لشغلهم أنا؟ لك أنت واحد كذاب. أنا ما أخذ منك مصاري. أنا كذاب؟ لك إيه كذاب وستين كذاب. إذا أصبع في كذاب صار في شهود. مين شهودك؟ شناط في ارمي وشهد شاهد من أهلي. قرب لقلك شنطاف. ليك هيدا ليك خير حبيبي. شو في؟ عم بيتهمني بالكذب. قال انا كذاب انه انا ما اعطيته المصريات. عم ينكر؟ عم بينكر. عم تنكر انك استلمت المبلغ؟ لشو عم ينكر؟ ليه عم بنكر؟ انت بتشهد معه انه انا اخذ منه مصاري؟ شنطف؟ قول له مين انه ما اعطيناه المصريات. انت اعطاني مصاري؟ لما كنا بالاسطبل. ايه؟ وانا سقطت المرينه على نص دين ظهري عم بعطيك. وصحتك صحة؟ صح. شفت كيف؟ يعني انت عارف الخبرية؟ يعني انت استلمت المصريات؟ لك هاي الخبرية ما عنده غيرها هالجملة كل عمرة نقولها. ما تفوت فيها هلا طول وعرض. لحظة لحظة عيب عليك تسوت سمعتك قدام اهل الحي. هي سمعة؟ هيدي سمعة نظيفة الشريف الحلو. حرام يعمل بحاله هيك. ما بيسوى. شو بيسوى؟ كرمال قيمتك. شو يعني؟ يعني رد المصريات للعالم واصحابها. رد المصريات للعالم؟ ايه. ويا دار ما دخلك شر. لك شو يا دار ما دخلك شر ويا دار ما دخلك هذا حش طفت علي. لك ماني اخذ مصاري انا من الناس. منك اخذ مصاري من الناس؟ عم تنكر؟ قد ايه المبلغ هلا اللي لمينه انت وياه؟ شي 4300 دولار. الله اكبر على القصه. في 1200 انا لوحدي 1200. وين راحت هاي المبلغ تبعي اللي حطيته؟ انت اعطيه مصاري؟ انا فوت معكم 1200. انا كمان انا اعطيه 1700 دولار. وين انا؟ 1700 غير ال 1700 في 1500 وين راحوا؟ لك انت اذا بنفضك كلك ما بيهر منك نص فرنك. انت عاطي 1200 انت بعدين 1700 عاطي؟ ايه بايدي اعطيتك اياهم. عم بينكر. لك شو بدك تعطي؟
لك انت واحد لك شو هلا شو بدك؟ ما راح ارد مصاري للعالم اللي ما اخذ منها العالم. ما راح ترد مصاريات العالم. واللي بيطلع بايدك يطلع بهونيك محل. ما في يطلع غير محل. ليش ما في يطلع بغير محل؟ معي بواسير. اه والله عم تنكد كمان. ما بنكد عم بقول لك الحقيقه. ايه روح روح روح. ليك عباس. نعم. انا رح سامحك بالمبلغ تاعي. لو بيرجع بيقول لي رح سامحك بالمبلغ تاعي رح يجنني. بس العالم امتهم ما رح يسامحوك يا عباس. ما رح يسامحوني بشو؟ بالمصريات عم تاكل. نهبت مصريات العالم. مبين الخير عم يفر من عيونك فار. مشش نطفه. شوفي لوين رايحين هلا انت وياه. احنا نازلين على مخفر الدرك نتشكى عليك. والمحاكم بيناتنا يا عباس. ايوه. والله لا اطلع كب حالي من فوق طالما انت عايش فيها لهالدنيا والله. لك والله بدي كب حالي والله بدي كب حالي.